ما جاء في الكتاب الكريم وما جاء في حديث العترة الطاهرة عن النية جاء شيء كثير وكثير جدا. الغريب أن الثقافة الشيعية لم تقاربه، وعلمنا عن النية شيئا لا علاقة له بما جاء في آيات الكتاب الكريم وما جاء في أحاديث العترة الطاهرة. فمراجع حوزة الطوسي يعزفون نغماتهم وفقا لمايسترو السقيفة بني ساعدة. من هناك يأخذون كل شيء وبعد ذلك يلصقونه بمحمد وآل محمد. النية في اللغة تعني القصد وتعني العزم أيضا. هناك معان أخرى للنية في اللغة لكنني أتحدث عن المعاني التي ترتبط بموضوعنا. النية في اللغة تأتي بمعنى القصد وتأتي بمعنى العزم، والعزم أضعف من القصد لأن القصد يكون هناك دافع عند الإنسان بحسب رغبته بحسب إرادته مع مباشرة للعمل، بينما العزم يكون عند الإنسان دافع مع رغبته في العمل لكن ليس بالضرورة أن يباشر العمل في هذا الوقت، ربما يباشر العمل بعد شهر أو شهرين. يكون الإنسان عازما على السفر، قد يسافر في هذه اللحظة وقد يسافر بعد شهر أو شهرين، ولكن حينما يكون قاصدا فإنه سيباشر العمل في هذه اللحظة. ومن هنا جاء في الزيارة الجامعة الكبيرة: من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه إليكم، ومن قصده. لا أريد أن أقف طويلا عند هذه الجهة، فلربما أعود إليها حينما نتحدث عن توجه العبادة. إذن النية في اللغة، ومثل ما قلت لكم قبل قليل إنني أشرت إلى معنيين من معاني النية في اللغة لارتباطهما بموضوع الحلقة، فالنية القصد والنية العزم. والذي يرتبط بالعبادة هو القصد، لأن الإنسان حينما يكون ناويا للقيام بعبادة من العبادات أو للإتيان بعبادة من العبادات فإنه سيكون قاصدا مع الرغبة والإرادة في الإتيان بالعمل. هناك مباشرة فعلية
للقيام بذلك العمل، فيكون القصد هو الأنسب لغة لهذه الكلمة النية. وأنا لست مهتما كثيرا بالمعنى اللغوي هنا، وإنما هناك ضرورة علمية يقتضيها المقام أن أبين المعنى اللغوي لهذا المصطلح، لهذه الكلمة النية، حتى يتكامل الموضوع من جهة بحثية علمية. أما هذا الذي ثقفنا عليه وعلمنا عليه من قبل المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية فلا صلة له بفقه النية عند آل محمد. مثلا أن نتلفظ النية إما بصوت مسموع أو بصوت خفي، أو أن نستحضر جملة في أذهاننا، مثلا أصلي صلاة الصبح قربة إلى الله تعالى. هذه النية نتلفظها، هذا شيء لا وجود له في فقه العترة الطاهرة، فليس هناك من تلفظ للنية مطلقا، ليس هناك من عين وليس هناك من أثر لمثل هذا الأمر الذي ثقفت عليه الشيعة. يتلفظون النية لفظا. إذا كان الإنسان يريد أن يقوم بهذا من عنده لا إشكال في ذلك، لكن هذا ما هو بجزء من العبادة أبدا. أما إذا افترض أن هذا قد جاءنا منهم صلوات الله عليهم فذلك افتراء عليهم، هذا افتراء، ليس هناك من نية ملفوظة أصلي صلاة الصبح إلى بقية الكلام، فليس في فقه العترة من نية ملفوظة مطلقا. في كل العبادات، في الصلاة وسائر العبادات الأخرى، هل هناك من نية مستحضرة بألفاظها؟ لا، أتلفظ بهذه الكلمات وإنما أستحضرها، مثلما يكتبون ذلك في الرسائل العملية، فإنني أستحضر هذه الألفاظ، أصلي صلاة الصبح ليس لفظا وإنما استحضارا ذهنيا، استحضارا قلبيا، هذا أيضا لا وجود له في فقه العترة الطاهرة. أن تكون النية حينما نوقعها لفظا أو استحضارا مع بداية العبادة، مثلا مع صلاة الصبح، مع تكبيرة الإحرام، هذا الأمر أيضا لا عين له ولا أثر في فقه العترة. هذه الثقافة التي ثقفنا عليها جاءوا بها من سقيفة بني ساعد، من هناك، هذا هو الذي علمناه وفقهناه، وما هو بعلم ولا هو بفقه،
من قبل المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. فليس هناك من ألفاظ مشخصة للعبادات وردت عنهم في النية، وليس هناك من ألفاظ مستحضرة في الأذهان وفي القلوب نستحضرها في العبادات، وليس هناك من وقت مشخص لإيقاع النية عند تكبيرة الإحرام مثلا أو في بداية الأذان والإقامة إذا كان المصلي يؤذن أو يأتي بالإقامة. كل هذا الكلام لا علاقة له بالنية في فقه العترة الطاهرة، لذا لن أقف طويلا عند الذي كتبه مراجع النجف في موضوع النية، وطولوا كثيرا في كتبهم، وكل الذي كتبوه لا يقارب ثقافة العترة الطاهرة. حتى هذا المصطلح وهذه الكلمة القربة هم داخوا في تشخيصها. ما المراد من القربة هنا؟ داخوا وذهبوا يمينا وشمالا. لا شأن لي بكلامهم، هل أصابوا؟ هل أخطأوا؟ هل شرقوا؟ هل غربوا؟ ذلك شيء راجع إليهم. إنما قدمت لكم هذه المقدمة كي تكونوا على بصيرة من أمركم، فأنا لست محتاجا لبيان المعنى اللغوي للنية، ولست محتاجا للتطرق إلى ما كتبه واستنبطه وأفتى به مراجع النجف، فكل ذلك لا علاقة له بفقه العترة الطاهرة. لو كان عندي من الوقت لجئتكم بكلامهم وبينت لكم مدى ابتعاد كلامهم عن فقه العترة الطاهرة. قلت لكم أصابوا، أخطأوا، اقتربوا، ابتعدوا، لا شأن لي بهم. سأذهب إلى فقه العترة الطاهرة، ولكن قبل أن أشرع في ذلك سأذهب بكم إلى فاصل.